إلى زميلي العزيز كريم أحمد من ملعب مختار التتش بالجزيرة على الهاتف عشان يطمننا بقى عن حالة الفريق والاستعدادات، وخاصة الأخبار الثلاثة اللي معانا في أول ثلاثة مواقع: الشروق واليوم السابع والوطن سبورت. مساء الخير يا كريم. مساء الخير يا زميلي محمد، برحب بيك وتحياتي ليك ولكل مشاهدينا. طيب في البداية طبعا أول سؤال بالنسبة لي، كنت عايز أعرف إجابات على هذه الأسئلة، لأن الشروق حطت عناوين هي واليوم السابع والوطن مهمة جدا في الاستعداد الأخير لماتش المقاولين. أول حاجة، التدريب بدأ 4 وخلص 6، مظبوط؟ والله محمد، هو التدريب لسه حتى هذه اللحظة شغال. التدريب كان مقرر ليه ان هو يبدأ 4، لكن كان في تعديل كمان، تعديل تاني، بدأ التدريب الساعة 5:15. كان في محاضرة فيديو طبعا لمستر مارتن لوسارتي لاعبي النادي الأهلي، الوقوف طبعا على كل نقاط القوة والضعف طبعا لفريق النادي المقاولون. حتى هذه اللحظة يمكن التدريب شغال، التدريب منقسم لأكثر من جزء، في جزء منفصل اللعيبه اللي نقدر نقول ان هي هتكون مشاركه ومتواجده في مباراه المقاولون، مركز معاها بشكل كبير جدا مستر مارتن وكابتن محمد يوسف، وفي فصل تام للاعبين اللي نقدر نقول ان هم مش هيشاركوا في المباراه. ده اللي واضح محمد من اختيار مستر مارتن النهارده للجرعه التدريبيه، لكن باكد لك على حاله الحماس والجديه اللي احنا شايفينها من كل لعيبه النادي الاهلي، بدايه من المحاضره اللي كانت فيها نوع من التحفيز لكل اللاعبين. كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم فيها، مستر مارتن، كابتن يوسف، كل الجهاز الفني الحقيقه محمد اتكلم فيها. دي المحاضره اللي يمكن كانت 10 دقائق في منتصف الملعب، ومن الواضح كمان ان كان في تركيز كبير جدا على حسم بطوله الدوري العام غدا ان شاء الله. ويمكن كنا سامعين كده الكابتن سيد بيقول المباراه بكره هتحسم بروح الفنانه الحمراء وبشخصيه البطل، ده اللي احنا كنا سامعينه من الكابتن سيد ومن الجهاز الفني. لكن التدريب زي ما بقول لك محمد ما فيهوش جزء بدني كبير طبعا نظرا لمباراه الغد، في كله جزء خططي في اللحظات كمان اللي انا بكلمك فيها. مستر مارتن مخصص بعض الكرات الثابته، ضربات الجزاء كمان هيبقى ليها جزء النهارده في التدريب، لكن التدريب شغال يا محمد حتى هذه اللحظه. لكن كل الامور ان شاء الله باذن الله مهيئه للعيبه النادي الاهلي للتركيز غدا. اصعب مباراه محمد هتكون غدا بالنسبه لبطوله الدوري العام، وان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يحسم بطوله الدوري العام غدا في مباراه المقاولون. انا معاك يا محمد، وفي اي كمان سؤال. طيب انت اكدت التصريح اللي موجود او الخبر اللي موجود في الوطن، الاهلي يعد المروان الاستعداد للمقاولين ويستعين بالفيديو، لكن في جزئيه بقى متعلقه ما نشر على اليوم السابع، ان عمار حمدي بيعرض نتيجه الاشعه على طبيب الاهلي. هل عندك جديد بالنسبه لاصابه عمار حمدي في تدريب الامس والاشعه اللي اجراها، حالته وجاهزيته للفتره الجايه ان شاء الله؟ يمكن عمار طبعا كانت قويه جدا، وزي ما تابعنا طبعا من خلال الاخبار، ويمكن اللعيبه شالته وطلعت بيه من ارضيه الملعب المختار للتتش، لكن النهارده يمكن مجرد وصلنا للملعب وقبل انطلاق المباراه شفنا عمار متواجد في ارضيه الملعب، لكن طبعا يعني لابس فلات في رجليه، طبعا ما قدرش ان هو يتمرن، لكن جري النهارده محمد بشكل منفرد، واكيد كان في اشعه يمكن عملها مع طبيب النادي الاهلي خالد محمود. من الواضح ان ما فيش اي شرخ، ما فيش اي كسر الحمد لله، ودي كانت اهم حاجه ان احنا نقدر نطمن عليها لعمار حمدي. هي واضح ان هي كانت كدمه قويه جدا، وده التشخيص اللي شخصه الدكتور خالد محمود. النهارده شفنا عمار بيجري منفردا حول الملعب، لكن ما شاركش في اي تدريبات كره، بجانب مؤمن زكريا اللي بيستكمل برنامجه للموضوع مع ايضا كمان محمد محمود. لكن باكد لك على عمار، يعني الحمد لله هي الخدمه كانت قويه جدا امس، وكلنا كنا فاضيين طبعا، قلنا من الواضح ان فيها حاجه في وش رجله او في وش القدم بالتحديد، لكن مع جريه النهارده وجريه منفرد ان هو يكون متواجد في ارضيه الملعب، الامور ورم بسيط طبعا محمد في وجه القدم نظرا للخدمه، لكن ورم بيقل بشكل كبير. فاكيد النهارده طمنا، هو يبدو ان هو اجراء تحفظي من الجهاز الطبي، ان هو طالما نزل حتى عمل تدريب بدني خفيف او جري لوحده، ده بيدينا طمانينه ان شاء الله ان تكون الاصابه خفيفه، والجهاز بيتعامل بناحيه تحفظيه ان هو يعني يشتغل معاه بهدوء لغايه لما يكون جاهز للمران الجماعي. بالتاكيد يا محمد، ده دوم سد صوتك طبعا بالفعل، يعني الاكيد من الواضح ان لو كان في اي امور او اي كدمه قويه او اي الم او ورم كمان زياده كان كده يكون في تحفظ من الجهاز الطبي، لكن الاطمئنان اللي احنا شفناه النهارده مع عمار حمدي ان هو بيشارك في جزء بسيط جدا بدني جري حوالين الملعب، واكيد كمان في جزء جيم دخل معاه اليخاندرو مخطط الاحمال، ده يدل ان شاء الله ان ما يبقاش في اصابه، يعود من جديد ان شاء الله لتدريبات النادي الاهلي ان شاء الله خلال المرحله القادمه. طيب كريم، الشروق اهتمت ان الاهلي بيؤكد جاهزيه الثلاثي المصاب قبل مواجهه المقاولين، وتقصد في تفاصيل الخبر محمود وحيد، رمضان صبحي، احمد الشيخ، الثلاثه موجودين قدامك في المران الجماعي. بالتاكيد يا محمد موجودين، وده كان سؤالنا الاول للدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي على جاهزيه الثلاثي، هيكونوا متواجدين النهارده، اكد لنا
الجهاز الطبي ان يكونوا متواجدين. وبالفعل التواجدوا في المران النهارده زي ما بقول لك ما كانش في جزء بدني، كل التدريبات النهارده كانت تدريبات الكوره شاركوا فيه. التقسيمه مستر مارك النهارده كان عامل تقسيمه على جزئين، بيشارك طبعا في تمويه كالعاده للتشكيل او اللعيبه العناصر الاساسيه اللي هيخوض بيها مباراه الغد، لكن اطمنا على مباراه بشكل كبير جدا. احمد الشيخ كمان بيشارك بكل اللعيبه بصراحه، يمكن الثلاثي اللي انت اكدت عليهم النهارده اطمنا عليهم جاهزيتهم البدنيه والفنيه، وان شاء الله محمد باذن الله اي حد يكون متواجد من الثلاثي من لعيبه النادي الاهلي اللي هيتم اختياره من مستر مارتن والجهاز الفني ان شاء الله يكون يوم النادي الاهلي بكره يكون جاهز. التركيز مطلوب مهم جدا، وده اللي باكد عليه محمد وبطمن كل جمهور النادي الاهلي في حاله تركيز كبيره جدا جدا من لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله محمد يحسمها النادي الاهلي غدا، وزي ما كل جماهير النادي الاهلي تنتظر باذن الله الدوري رقم 41 يكون في مقر النادي الاهلي باذن الله. تمام، اخر حاجه يا كريم، جيرالدو واجاي قدامك موجودين في الملعب مع وليد ازارو ومروان محسن وصلاح محسن. موجودين بالفعل محمد، بيشاركوا كمان في التدريبات الجماعيه بكل قوه اجاي وجيرالدو، كل اللعيبه محمد باكد لك الحاله يعني معنويات مرتفعه بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله تتكلل هذه المجهودات غدا ويتكلل كل التركيز اللي شايفينه مع لعيبه النادي الاهلي في مباراه المقاولون اللي بنامل كلنا ان شاء الله يعني بعيدا عن الاداء وبعيدا عن جمهور النادي الاهلي بينتظر يكون اداء. مباراه الغد مش محتاجه اداء، محتاجه ثلاث نقاط، وان شاء الله يكونوا من نصيبنا محمد باذن الله. زميلنا العزيز كريم احمد كان معانا من ملعب مختار التتش بالجزيره، ادانا كل التفاصيل المتعلقه بالتدريب، لكن هنرجع لك تاني يا كريم اول ما التمرين يخلص ان شاء الله، وتكون معانا القائمه النهائيه اللي هيعلنها مارتن لاسارتي قبل السفر الى برج العرب.